بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ولان المنطق دايما ينتصر، الاهلي في غياب اسامه ابو علي بيتعادل مع فريق الاتحاد 1-1. هتقول لي لا انت كده عايز تلبس الموضوع لخط هجوم الاهلي وان هم ما يقدروش يعوضوا غياب اسامه. طب ما هو خط هجوم الاهلي من غير اسامه مفيش مش هنشتغل بعض. والمنطق للاسف الشديد كان بيقول ان انت محتاج تجيب فيرويد، بس للاسف طلعت لنا نظريات ايه ده هتجيب نجيب فيرويد، طب وسام انا قاعد وسام مش عارف، بيطلع لنا حاجات غريبه كده. اصل لو جبنا فيرو طب وسام حضرتك، طب وسام هيفضل طول الوقت يعني ما بيتصابش وهيفضل طول الوقت جاهز والكلام ده. المهم انه وسام اتصاب وشفنا كابتن محمود كهربا، طبعا شفنا الثنائيه بتاع كابتن كهربا وامام. انا عامل الثنائيه ما كانتش ملعلعه النهارده بقدر لعلعتهم مع برنامج كابتن احمد شوبير، وده للاسف الشديد يعني الواقع اللي كل الناس بتشوفه، ان بتشوف لعيبه بيلعلعوا في البرامج وفي التصريحات اكتر بكتير قوي من الملعب. ده واقع الكره المصريه من سنين مش هيتغير. هتلاقي لعيبه بتكسر الدنيا في التصريحات بس جوه الملعب بعافيه شويه، يعني جوه الملعب بعافيه شويه، فكرش في الكوره بالنسبه لها بقتش من اولوياتها، حاجات كتير بتتكلم فيها. فطبيعي انك تشوف الاهلي خط هجومه مليان مشاكل، لانك خليني اكون صريح معاك، مهما طاهر اجتهد ومهما طاهر حاول هيكون خطير في بعض المواقف. لو في مساحات هتلاقي ان طاهر دايما بيقدر ان هو يشكل خطوره، انما لو انت بتلعب قدام خصم قافل المساحات هتلاقي الموضوع صعب. عشان كده مثلا طاهر محمد طاهر في لقطه ضربه الجزاء اللحظه الوحيده اللي توفر فيها مساحه قدر ان هو يفتح برجل بقى قدام مروان داوود، لبس مروان داوود في ضربه جزاء. دي مميزات طاهر، انما طاهر الدنيا بالنسبه له مش هتكون افضل حاجه لو انت بتلعب ضد فريق متكتل وفريق بيدافع. اي نعم بقى فاسيليو حاول النهارده ان هو يعمل بيت ضربه من تحت وحاول ان هو يجر الاهلي وعلشان خاطر يلاقي مساحات والكلام ده، بس هو ما جرش الاهلي ولا عمل اي حاجه. ال 4 4 2 بتاعته وفكره ان انا بهاجم باتنين من قدام عشان خاطر اخلي الاهلي عنده مشكله في عمليه التحضير كانت ناجحه. فعلا الاهلي كان عنده مشكله في عمليه تحضير. وهنا هترجع برضه تتكلم على قصه عمرو السوليه وتواجد عمرو السوليه وعمرو السوليه الوقت اللي بياخده، واين يقع لاعب زي عمر الساعي في افكار مارسيل كولر. يعني بعيد عن القطه اللي بتنام دي، اين يقع عمر الساعي في افكار مارسيل كولر؟ معلش يعني خلينا نكون صريح معاك، يوسف ايمن احنا شايفين دلوقتي الحمد لله رب العالمين، يعني احنا بنلعب باثنين مساكين فيهم واحد باك، حتى في لقطه الهدف كان واقف في حته بعيده قوي عن الكوره. المهم تبص على اشرف داري برضه مصاب، تبص على عمر الساعي تلاقي ان هو ما بيلعبش. ده اسوأ واقبح ماركاتو الاهلي عمله من سنين، مفيش غير يحيى عطيه الله هو اللي بيلعب بس. اتمنى لجنه التخطيط، بلاش يا عم نغلط، لجنه التخطيط بالاهلي والرهانات بتاعتها تكون الناس شايفه نتيجتها في الملعب. الاهلي فريق عنده مشاكل هجوميه، الاهلي فريق ما عندوش شراسه هجوميه. الاتحاد النهارده مع احترامي الشديد، مع احترامي طبعا لفريق الاتحاد السكندري، بس الاهلي كان ممكن يكسب 2-3، يعني الدقيقتين اللي الاهلي فيهم كان شرس، قدر ان هو يشكل خطوره وقدر ان مهدي سليمان يطلع واحده ويطلع خط الدفاع بتاع فريق الاتحاد والراجل بيرمي نفسه قدام التصويبه بتاعت امام، وشفنا امام بيشوط وحارس المرمى مهدي سليمان بيطلع. يعني لما لعبنا دقيقتين ثلاثه بشويه شراسه هجوميه بقينا ان خط دفاع الاتحاد مليان مشاكل. فانت معنى كده ان انت ما عندكش شراسه هجوميه، وحتى لما سجلت الهدف الدنيا بالنسبه لك مش افضل حاجه. ضيعت وقت كتير قوي في حته ان انا اصلا معلش يعني هلعب بطاهر فرود وهلعب ببيرسي تاو جناح، يا عمي مش ناقصه وجع دماغي يا جدع. وفي الاخر معلش ايه ده، الاتحاد سجل هدف، لا اله الا الله مفاجاه. لا والراجل بيستلم في منطقه الجزاء بتاعتك، الراجل بيستلم في منطقه الجزاء بتاعتك وبيحط بكل اريحيه في المرمى، الراجل بيستلم في منطقه الجزاء وبيحط بكل اريحيه في المرمى. هتتكلم عليها، هتتكلم على تحكيم، تحكيم حسب لك ضربتين جزاء اللي ليك، ويحيى عطيه الله كان عليه واحده ما اتحسبتش. يحيى مكبره الايد وفارده الايد وليله كبيره. يعني انت بتتكلم على الماتش الاخير ضربه جزاء عليك كوكا، بتتكلم النهارده على ضربه، فهنتكلم التحكيم. خلينا نكون صريحين مع بعض. هذا نتاج ما جناه علينا ماركاتو الاهلي. الفرقه فضيت، بقى في مشاكل كتير موجوده في الفرقه. مع احترامي الشديد طالما انتم مش هتضموا لعيبه، طب بتمشوا الكم الهائل من الجوده اللي كانت موجوده ليه؟ يعني طالما انت مش عايز تجيب لعيبه بتمشي جوده بجوده احمد عبد القادر ليه؟ عشان خاطر تبص على لعيب زي رضا سليم بينزل ياخد 5 دقايق؟ يا اخوانا ده ما كانتش لجنه تخطيط، ده كان تهريج. في كل حال من الاحوال نتمنى ان احنا نزق لحد يناير، انما لو جيتوا في يناير وقلتوا ان مفيش صفقات هو ده يبقى الوضع. وخلي بالك امام لو وقع منك ووسام وقع منك فترات هتلاقي ان فعلا ما لهمش بديل. واهلا وسهلا بيك، وسط شويه ناس بتكذب عليك وتقول لك اصل ده اقوى سكواد في افريقيا، انت كداب. واللي محفظك الكلمتين دول كداب، واللي محفظ
اللي محفظك الكلمتين دول كداب. لا انت اقوى سكواد في افريقيا ولا اي حاجه، انت اقوى فريق في افريقيا من ناحيه النيم بتاعك والاسم بتاعك، انما انت ككوره وككواليتي الكوره اللي انت بتقدمها انت لا اقوى فريق في افريقيا ولا نيله. في كل حال من الاحوال مباراه استحق فيها الاتحاد ان هو يتعادل، لم يستحق الاهلي فيها ان هو يكسب، لان الاهلي ما ضيعش كتير بعد ما سجل. الاهلي يا دوبك ضيع بعد ما فريق الاتحاد سجل هدف تعادل. قفشه لما نزل عمل اداء محترم واداء كويس، وده تاني وتالت ورابع بيثبت لك للمره المليون ان الراجل مش شايف لعيب زي عمر الساعي في الافكار بتاعته. رضا سليم فكره ان انا عندي محترف بينزل في الدقيقه 90، انا ما عنديش محترف، انا كده بهزر. بيرسي تاو الكواليتي بتاعته عاليه والكره اللي في دماغه عاليه والكره اللي بيقدمها بعض الاحيان عاليه، بس مشكلته دايما هي الاستمراريه. فاستمراريه بيرسي تاو دايما عليها مليار خط احمر، فعشان كده تقعد تسال نفسك هو الاهلي عنده محترفين فعلا يقدروا ان هم يصنعوا الفرق؟ الاجابه طبعا لا. في كل حال من الاحوال مباراه نتمنى ان هي تكون درس للبعض، ما تجادلوش في الباطل. خط هجوم الاهلي من غير وسام ابو علي ومن غير فعاليه حسين الشحات الموضوع صعب، لان حسين لازم تتكلم على ان هو كان افضل حد في كل العك اللي كان موجود قدام ده، العك اللي كان فيه امام والعك اللي كان فيه طاهر والعك اللي كان فيه كهربا، كل ده كان فيه شخص واحد بس هو اللي منور وسطهم، حسين الشحات. نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله من البدايه، لو حسين مش موجود عندك مش هيكون فيه اطراف قويه، لان حسين هو الطرف الوحيد القوي اللي انت ترامي عليه تقلك السنه دي. مشاكل كتير قوي موجوده في الاهلي في خط الهجوم وفي السكواد، في الاخر في ناس كتيره كانوا بيطلعوا يبرروا. اتمنى ان هم يبقوا مبسوطين. هتقول لي مبسوطين ده انت ده احنا لسه في اول تعثر. قصه والقشه مش اول تعثر، قصه في الشكل اللي بيظهر عليه الاهلي، القصه في الشراسه الهجوميه اللي انت عليها، ده اكتر ولا اقل. الموضوع كله في الشكل وفي الشراسه. هل انت شايف الشكل بتاعك شرس هجوميا؟ هل انت شايف الشراسه بتاع الاهلي النهارده ضمن الاتحاد افضل حاجه؟ الحقيقه لا في شكل هجومي ولا في افكار فنيه ولا في كمان شراسه هجوميه، فانت كل اللي انت بتقدمه شويه عباسيات.